والشعب يفترض أن تكون لديه صلاحية التشريع يشترك فيها مع الأمير، وعندنا سلطة قضائية. طيب إذا قرينا بأنه يمكن في أي مرحلة من المراحل أن يلغى البرلمان وهي سلطة التشريع والرقابة، ويعطى الحق مطلقا للسلطة التنفيذية في إصدار قوانين تحت ذريعة مراسيم الضرورة، فمعنى ذلك أن مو الحكومة، احنا نقول حكومة جزافا، هو ما في حكومة أصلا، هو في حكم والحكم ثلاثة ولا أربعة هم اللي يديرون المسألة. الحكومة هذا شكل، وأنا أعتقد الأستاذ أحمد باقر كان في يوم من الأيام أحد المنفذين، لكن أنا متأكد وأجزم بالله أنك من تراسم قرار، القرار يرسم في مكان آخر ينفذ. ولذلك مجلس الوزراء عندنا ما يرسم سياسات، والدليل على ذلك أنه في تاريخه لم يقدم برنامج عمل، يعني الدليل على أنه أصلا لا يوجد جهاز تنفيذي معني برسم السياسات. لم تقدم أي حكومة في تاريخها برنامج العمل. برنامج العمل هو عبارة عن مزاج الأسرة، شنو تبي؟ ولذلك عشان يمنحون نفسهم السلطات كاملة، التشريع والتنفيذ والقضاء، هذا يعني تجريد الشعب كاملا من أي صلاحيات. بيبررونها الأطراف الأخرى، يقول لك والله احنا نبي ندخل في البرلمان عشان نغير. خلينا نشوف السيناريوهات. افترضنا صارت عملية إلغاء الدستور والانقلاب عليه، واشتركنا في الانتخابات، ومو اشتركنا في الانتخابات ونجح 50 نائب مختارا اختيارا حرا، طيب شنو الضمانة باكر يحل البرلمان ويصدر مرسوم ضرورة ويعدل قانون الانتخاب لما تأتي الفورمة اللي على مزاج السلطة؟ احنا الآن لو أعطيت السلطة التنفيذية صلاحية إصدار مراسيم ضرورة مطلقا كما يراد لها، والتسريبات اللي قاعد تصير ترى هذه كلها جس نبض، يشوفون ردود الفعل. في حق طبيعي مقرر حق كل الأمم والشعوب، هذا حق تفرض الفطرة الإنسانية، الطبيعة الإنسانية، هو حق مقاومة الطغيان، وهذا بلا شك أسوأ أنواع الطغيان، لأنه طغيان مغلف بشكل مشروع، ما في استبداد مباشر. أنا ما أقتلك، أنا ما أسرقك، لا، أنا أضع سلطة تضع شكلا يبرر هذا القتل وهذا الاستبداد وهذا التجاوز على حقوق الناس. ولذلك يوم 16/6 هو ليس فقط يوم مفصليا، هو يوم إما يلغى فيه الدستور، ما عاد فيه دستور، حيبقى شكلا، أما الدساتير بذاتها فتبقى حبر على ورق. الدستور السوري عدل في نص ساعة لما مات حافظ الأسد، هي المسألة ما هي مسألة الدستور. والرقيب النهائي على المحافظة على الدساتير ما هي المؤسسات، ما هو القضاء ولا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية، الرقيب النهائي هو الشعب. ولذلك الشعوب الحية هي التي تحمي الضمانات التي تأتي بها هذه الدساتير، ونحن لسنا استثناء من البشرية. كل شعوب العالم مرت في درجات من التجاوز، لكن لأن هناك موقفا شعبيا. احنا لما نقول ان اذا حدث الانقلاب والالغاء الدستور، هو سبق ترى ان الغي الدستور للمعلومات، يعني ما بيتكلم عن تزوير انتخابات 67 لان واقع انا ما عشته، لكن في 76 انا قريت الامر الاميري، امر اميري موقع من امير البلاد في ذلك الوقت، ذكر في هذا الامر يحل مجلس الأمة بأمر أميري، وتعطل المواد كذا وكذا وكذا. إيش اللي تعطل المواد يعني؟ وإيش الأمر هذا اللي يعطل المواد؟ هذا مو فيش كهرباء تعطل هذا مو دستور، هذا ليس دستورا. ولذلك إذا قالوا والله في ناس تعاملوا، طيب هل أخطاء الماضي حجة علينا الآن؟ يعني فقط لأن حدث خطأ في لحظة من لحظات التاريخ معناته الآن يصبح قاعدة ويلغي فيها الدستور ويلغي فيها الضمانات؟ طيب أنا سؤالي حتى للمحكمة الدستورية، إذا أقر
طبعا الخلاف واللي ايضا يحاولون الناس، وانا زرت في الجهر اكثر من 50 ديوانية اقول فيها نفس الكلام. انا ماني جاي عشان صوت وصوتين واربع اصوات وخمس اصوات، لا، الكلام على استعمال هذه المكنة. المادة 71 اعطت للسلطة التنفيذية صلاحية اصدار قوانين، بس متى؟ قالت فيما بين ادوار انعقاد او في فترة حل المجلس، ما في مشرع. طيب نفترض ان في بلد في اقاليم صار فيه وباء في اقليم، واصبح هناك ضرورة لتدخل تشريعي لمنع او تقييد حرية من الحريات، اذا بينطرون البرلمان على ما يجي يمدي تحقق الضرر، ولذلك اعطيت صلاحية تشريع استثناء في هذه الحدود ووفق هذه الضوابط. لهذا السبب سميت مراسيم الضرورة، لأن الدافع عليها هو حالة الضرورة. ولذلك أنا أعتقد، ومثل ما ذكر أخوي الدكتور خالد كفيفة، المحكمة الدستورية أصلا تحت نظرها أسباب إصدار هذا المرسوم، يعني ما هو سر، هو ورد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون. الاحتقان الطائفي وحالة العزلة الاجتماعية، يا حبيبي الحكومة، زمنتوا اللي تخلقون الاحتقان الطائفي، وانتوا اللي تدفعون فلوس حق الاحتقان الطائفي، وطول عمركم تستخدمون هذه الامكانية، ما هو يوم ولا يومين. ولذلك الامن اللي طق له مرة بالشارع ما يعني الاحتقان الطائفي، هو يزرع اصلا هذه النوعية من الاحقاد في نفوس الناس. والنظام الذي يدفع نحو هذه الامور ليس مؤتمنا على تقدير مثل هذه المسائل، لان هذه تقديرات فنية عالية. ولذلك انا اقولكم في شغلة يسوونها في بعض المطاعم الإيطالية الغالية، يأخذون الخرفان الصغيرة ويرفعونها على الأرض عشان ما يمشي، عشان ما تصير العضلات يعني، ويوكلونه إلى أن يأتي يوم الذبح العظيم. ولذلك اللي قاعد يصير الآن هو التسويق للذبح اللي سيأتي لاحقا. ولذلك إذا عد يوم 16 وصادق الشعب على إلغاء الدستور، فمعنى هذا أنكم تنازلتم عن كل الضمانات الممنوحة لكم. لهذا السبب يمكن للسلطة بعد ذلك، بعد أن وجدت هذا الغطاء المشرعا وبشكل غير مشروع، أن تصدر أي قانون وتحت أي ظرف من الظروف. ولهذا السبب أتى اعتراضنا على هذه المسألة، لأنها أصلا نسف لكل القواعد. أنا أتكلم معي أستاذ في القانون الدستوري، الدساتير ما تفسر النصوص لوحدها، ولذلك لا يملك أي قاضي في الكرة الأرضية أن يفسر نصا على نحو يترتب عليه تعطيل نصوص أخرى. طيب الآن حق الشعب في الرقابة والتشريع المقرر في مجموعة من النصوص على سبيل المثال، ولا ضمانات الحرية الواردة في الوثيقة الدستورية، كيف يمكن تحقيق هذه الضمانات في ظل إعطاء السلطة التنفيذية صلاحية أن تصدر قانونا دون ضوابط أو بضوابط مطاطة لا قيمة لها؟ لما تجي وتقول احتقان طائفي، هذه ليست واقعة مادية محددة ولها آثار يتعذر تداركها. ولذلك حتى في البحوث الفنية لما عرض على القضاء الدستوري في مصر، وفي وقت غيبة مو الديمقراطية وغيبة القانون، لم يستطع قضاء فاسدا في ظل نظام فاسد أن يشرعن هذه المسألة. يعني فشل القضاء المصري في الثمانينات رغم الظروف المواتية، هو أصلا ما في نظام ديمقراطي. آخر انتخابات مصرية قبل الثورة أعلنت النتائج قبل الانتخابات، ولذلك هذه ليست ديمقراطية. لهذا السبب احنا لما نعرض هذه المسائل ونروح للناس، احنا قاعد نقول ننبه لخطر، اعلم انه ممكن ما يحدث يوم 16/6، بالعكس ما بعد 16/6 يكون هبات وعطايا ومنح وكلنا زينين، كل الامور تمام. ولهذا دور عليكم مو علينا السياسيين، كل مواطن يفترض أن يقوم بدورا لرفض هذا الطغيان. ولذلك أنا ما لي صلاحية أن أتكلم باسم الأمة ولا باسم الشعب،
انا اتكلم باسمي عبيد محمد، لو يقبل الشعب كله الحكم والله ما اقبله. اذا قضي بدستورية، لان معنى ذلك انني ايضا اقبل بالغاء الدستور. ايضا الدستور اللي حيلغى احتمال 50% ان يلغى يوم 16 نصف المادة الرابعة بان نظام الحكم وراثي في ذرية مبارك الكبير. فهل تقبل الأسرة إلغاء هذا النص ولا إلغاء النصوص الأخرى وهذا لا؟ ولذلك الدستور كل لا يتجزأ. نحن لسنا في خصومة مع النظام، هذا الكلام أعلناه مرارا وتكرارا، لكن أنا في اعتقادي أن الأسرة عندها خصومة مع الشاب، وعندها خصومة نفسية، وعندها كراهية فطرية لكل أنماط المحاسبة الموضوعية. وأقرب مثال الحرائق اللي تصير بالله، يعني عمركم شفتوا حريقة بكلية الهندسة، بعدين العلوم، بعدين الطب، بعدين إيش هالحريق الغريب الأطوار؟ يعني باكر بيختار الأقسام العلمية المحاسبة وإدارة الأعمال. ولذلك احنا نعلم أن هذا جزء من التهريج، وفي نهاية المطاف هذا النمط من أطماط الإدارة، يعني هذا النمط الآن من أطماط الإدارة يكلفنا يوميا على أقل تقدير وفقا لأعلى المعدلات المحافظة خسارة حالة ومحققة للدولة أكثر 150 مليون بالدولار بسبب هذا النمط من أنماط الفساد الإداري. ونقصد الفساد الإداري فساد السياسات وفساد آليات تنفيذها. لهذا أنا أقول إن عليكم دور، والنظام ومن يسوق لبعض الأطروحات خصوصا في المشاركة عليه ألا يفرح إن في الفترة الأخيرة لما يكون فيه حراك أو تجمع العدد قليل. والله إني شايف بعيني وسامع بذني في كل دوانية وكل مجلس وكل مكان أروح له إن الجميع غير قابل، على الأقل جميع من التقيت أنا غير قابل في هذا الوضع. ولذلك أنا أقول أن يوم 16/6 إذا أعطي صك ملكية مختوم للأسرة أن تتحكم فينا كيفما تشاء، سنتحول من مواطنين إلى مماليك يسوون اللي يبون. وإحنا نقول لهم ومن الجرى والله ما احنا ضدكم، بس عاد مسخت السالفة كل مرة نقول نفس الكلام، ما احنا ضدكم وننطق وما احنا ضدكم. الوضع في الكويت اعتقد مرتبط الى حد ما في المحيط الاقليمي، هذه مبررات بعض الانظمة للقمع والتخويف والاستبداد وانكار الحريات، ان دائما يقولون احنا في خطر. ولذلك دائما تذكرون احنا في خطر دائم، بالثمانينات كانت الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية دائما يأتي خطر. يعني فهذا ما هو مبرر أن نتنازل عن حرياتنا، لأنكم في المقابل لم تتنازلوا يوما عن صلاحياتكم. يعني ليش دائما نطالب بأن نتنازل عن حرياتنا بينما لم تتنازل السلطة في يوم من الأيام عن صلاحية من هذه الصلاحيات؟ ولذلك مجال الاشتراك الوحيد لنا، وعلى فكرة لما ذكر أخوي محمد طنا وقال إن الدستور الكويتي دستور نموذجي، لا والله ما هو نموذجي، هذا دستور يعطي الأسرة 75% من الفعالية السياسية ويعطي الشعب كاملا 25%، وين متوازن؟ ومع ذلك ما هم راضين بال 25%. لهذا السبب نعم احترام أحكام القضاء واجب في حدود التزامها بدورها واختصاصاتها. المحكمة الدستورية لها اختصاص بالفصل في دستورية القانون أو اللائحة، لكن ليس لها اختصاصا في إلغاء أو تعديل الدستور. ولذلك أن يستغل هذا الأمر لتحقيق نتيجة أخرى، هذا أصلا من الواجبات الوطنية أن يتم رفض هذا العمل، لأنه شكل من أشكال تغيير النظام بغير الطرق المقررة الدستورية. لهذا السبب أنا أقول ما بعد يوم 16 أتمنى أن يوم 16 أن تمر الأمور كما يجب
طبقا للقواعد الدستورية. وأنا أعلم أيضا أن عدد من المستشارين المستوردين يعني مو المحليين. طبعا السلطة عندها خياطين في كل شيء، بس ما قدروا فاستوردوا، فواحد فيهم قال لهم دي وسعة شوية، يعني ما أقدر أقول إن يحق استعمال هذا المرسوم دون توافر هذه المقتضيات. الأمر الآخر أن يفرض الأمر بالقوة، يعني أوكي يقول لك مثلا نعم نحن منقلبين، اشتبي هذا سؤال ثاني، اشتبي أنا قلت شنو أبي، برفض بكل الوسائل المتاحة ولن أقبل بهذه المعادلة. صح إن مرحليا تستطيع أن تمرر ما تريد إذا كنت تملك القوة والفعالية. كان يجي واحد متعافي في الشارع ويحط له فرد ويقول اللي بيعدي يعطيني دينار، أنا عن نفسي والله بعطيه دينار لين تتغير الظروف، وساعتها باخذ كل الدنانير اللي راحت. لكن في الوضع العادي لن يقبل منه في ظل المتغيرات في العالم وفي ظل توجه للحرية وزيادة المشاركة الشعبية أن نصادق بأنفسنا وأن نقبل بأن نشترك في معادلة سياسية خاسرة. يوم 16 إذا ألغي هذا الدستور فأنا أقول أولا المشاركة من عدمها عديمة القيمة، لأنك شاركت ولا ما شاركت بالإمكان السلطة أنها تلغي هذه المشاركة وتعيد تشكيل السلطة. الأمر الآخر وهو الأمر الخطر أنك إذا شاركت تنازلت بإرادتك عن حقك في الاعتراض، وهذه أخطر صورة من صور القبول. لهذا أنا أقول، وأنا أعلم أن أبو محمد قريب لبعض مواطن القرار، انقل على لساني، عبيد محمد رافض والله، لو مو يقولون دستوري لو يقولون ما في أحسن منه، لا مرفوض، هذا إلغاء للدستور وغير مقبول تماما أن نتنازل عن هذه الضمانات وفي حدها الأدنى. أساسا هذا الدستور لا يشكل بالنسبة لي طموحه، يعني لو كنت أملك والله كنت أدعو للعمل على تطوير هذه الوثيقة الدستورية وعمل توازن حقيقي، لكن هذا الأمر لا أستطيع بمفردي أن أفرضه على الناس، كما لا أستطيع أن أفرض رأيي على الآخرين. وإن كانت نحن بحاجة إلى مراجعة لنظامنا الدستوري ولتحقيق ضمانات حقيقية في المشاركة والمحاسبة، لأن هذا هو الحد الأدنى للتطوير والمدنية. آسف جدا على الإطالة، وأتمنى أني التزمت في موضوع النقاش كما طلب مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.